الخبز بمختلف أنواعه يعتبر من المكونات الرئيسية لأي مادة، فالكل يعشقه، إلا أن الجدل مستمر حول فوائده وأضراره، حيث إن معظم خبراء التغذية ينصحون بالتقليل من الخبز لأن أضراره تفوق الفوائد. فما رأي المختصين حيال هذا الموضوع؟ ضيفنا في الاستديو في هذه الفقرة الأستاذ عدنان جونغ، باحث في علوم النباتات وحاصل على براءتي اختراع في الطحين الصحي. اليوم راح يكشف لنا بعض الحقائق حول المخبوزات اللي نتناولها يوميا من المخابز. يسعد مساك يا أستاذ عدنان. الله يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم. أول شيء إحنا كثير مبسوطين في وجودك معنا لليوم، مستانسين في حقائق كثير غايبة عن عيوننا، اليوم راح نتعرف عليها من خلالك. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب، وقل رب زدني علما. أشكركم على استضافتي للبرنامج، وأتمنى أن نقدم ما يفيد للسادة المشاهدين. نعم بإذن الله، ما في إن شاء الله. شك أنت حصلت أستاذ عدنان على براءتي اختراع، واحدة سعودية والثانية خليجية. نعم. عن الخبز الصحي، الطحين الطحين الصحي. نعم. كلمنا أول شيء عن براءتي الاختراع هذه. نعم. وكلمنا عن الطحين الصحي، ليش تخصصت في هذا المجال تحديدا؟ مع وجود الخبز الأبيض في السوق حقيقة، وأنا من الرعي القديم تربيت ونشأت على الخبز الطحين الكامل في ذاك الوقت، ومن هم في مثل سني لا زالوا يذكرون طعم ورائحة عبق ذلك الخبز الذهبي. عندما كبرت ودخل في حياتنا الخبز الأبيض، صراحة لم أكن مقتنع، وقطعت فترة طويلة الخبز، وبدأت أبحث في أي مكان عن ما هو ممكن أن يكون بديل للطحين البر الكامل من الخبز. وجدت أنواع لكنها حقيقة لم ترضي طموحي. بفضل الله أنا كنت متعمق في علوم، وأبحث دائما في علوم الأغذية والنباتات وكذا، ومجال عملي أيضا كان في عمل المطاعم والمخبوزات وإلى آخره، فوجدت الأرض خصبة مناسبة لتطبيق معلوماتي على أرض الواقع. بدل من أن يكون بدأنا بخبزة القمح الكاملة. نعم. ونجحنا فيها بحمد الله، وصلنا إلى نتيجة مرضية. نعم. لكنها لم تكن ترضي طموحي في ما أنها مكوناتها غير مكتملة العناصر الغذائية. نعم. من فيتامينات ومعادن وألياف ومضادات أكسدة وإلى آخره. يعني في يا أستاذ عدنان في شيء في السوق اسمه خبز عادي، وفي شيء اسمه خبز صحي. الطحين. نعم. أيضا تقول أنت في طحين صحي وطحين. نعم. عادي. نعم. طب إحنا كناس هذه أول مرة تمر علينا هالمعلومة، كمتابعين الخبراء والباحثين، ما دققنا أنه في شيء اسمه خبز عادي، خبز صحي، طحين عادي وطحين صحي. نعم. إيش الفرق بينهم؟ خلينا نوضح. أيوه. للمشاهدين الفرق بينهم. أيوه. بالبداية لهذا سأكمل لك. الحبوب الأساسية التي يصنع منها الخبز في العالم كله، إما القمح أو الشعير أو الدخن أو الذرة، كل منطقة حسب جغرافيتها وحسب طبيعة أرضها وحسب ما توارثوه من أجيال من أباهم وأجدادهم. فمناطق تتميز بخبز الذرة، مناطق بالشعير، مناطق بالدخن. حاولت أني للوصول إلى خبزة مثالية تحوي جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان لحياته اليومية، وتحتوي على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لنموه ولزيادة مناعة جسمه، فخطرت فكرة بجمع هذه الأربع أنواع من الحبوب. نعم. طبعا بنسب مختلفة، لا شك أن القمح هو سيد الحبوب، يليها الشعير ويليها الذرة ويليها الدخن.
بنسب مختلفة تم جمع هذه المكونات بفضل الله بالكثير من التجارب، توصلنا إلى صناعة خبزة بالأنواع الأربعة الرئيسية من الحبوب. بقيت عندنا مشكلة عدم إضافة الملح والسكر والمحسنات لتكون الخبزة طرية ومنتفخة ومستساغة الطعم. طبعا معظم المنتجات في السوق الصحية طعمها غير مستساغ. فكان هذا أمامنا تحدي، أنه نعمل خبزة جيدة الطعم أو لذيذة الطعم وتجمع كل الفوائد الصحية. وتجمع كل الفوائد الصحية. بدأنا بإزالة الملح والسكر والطحين، استبدلناها ب كما ترين هنا جنين القمح. يحتوي على نسبة جيدة من الدهون والمفيدة لجسم الإنسان، الدهون الصحية، وجنين حبوب الطلع أيضا تحتوي على نسبة جيدة من الدهون بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن. أضفنا له أيضا نخالة القمح لزيادة الألياف. أخيرا أضفنا نبتة المورينجا لما تتميز به من فوائد جمة، هي معروفة في جنوب شرق آسيا بلاد الهند والصين والفلبين، ولكنها غير معروفة لدينا بفضل جهود يعني بعض المهتمين بالصحة والغذاء. تبناها بعض المختصين واستوردوها فوجدناها مناسبة أن تضاف ل ولكن الناس في السوق الحين ما يعرفونه هذا، يعني أنت الحين قاعدة لما تتكلم عن جنين القمح وحبوب الطلع وأيضا المعادن وأيضا المورينجا، هذه الأشياء الناس أبدا ما تخطر في بالها أنها ممكن تكون تركيبة للخبز المثالي اللي موجود عندكم وموجود أيضا في بعض الأسواق أو بعض الأماكن اللي موجودة في المملكة. هذه التركيبة هل بناء على دراسة طويلة كانت، بناء على أبحاث أنت سويتها؟ طبيعي أكيد، بعد دراسات وأبحاث وتجارب يعني طويلة ومريرة وسهر ليالي، يعني أخذت تجارب مو أقل من 10 سنوات وما وصلت يعني الليل بالنهار. بعد نجاحها مبدئيا لنا كمجموعة يعني من أردت أن أثبت وأؤكد يعني فوائدها، فعملت دراستين في مركز البحوث والنباتات الطبية والعطرية التابع لكلية الصيدلة جامعة الملك سعود بالرياض، عملت عليها دراستين. الدراسة الأولى كانت عن التحليل الكيميائي للخبز لمعرفة النسبة المئوية لنشويات، بروتينات، الدهون، الألياف، المعادن، الفيتامينات، الأحماض الأمينية، مضادات الأكسدة. الدراسة الثانية كانت على النمو الجسماني ومحتويات الدم والقلب والوعائي والنشاط والحركي. لهالدرجة الخبز يأثر علينا أستاذ عدنان؟ والمعدة لهالدرجة؟ يعني إذا يعني الخبز هو أساسي أكيد، ولكن في أيضا مكونات غذائية مهمة جدا غير الخبز، يعني كأنه أنا أفهم من كلامك بأنه الخبز هو العنصر الأساسي الغذائي الشامل لكل الفيتامينات اللي إحنا نحتاجها في هذا طبيعي الخبز لا المثالي عندك. نعم الحمد لله، بفضل الله النتائج كانت جدا رائعة طلعت من مركز البحوث. كان أهم النتائج أنه كان آمن جدا لكبار السن، مرضى القلب والضغط والسكر، ومفيد لهشاشة العظام والأطفال الهزيلين، ويزيد مناعة الإنسان، يحسن الحركة والنشاط، وأيضا يزيد في مناعة جسم الإنسان، وللأطفال الهزيلين أيضا يعتبر كفاتح للشهية. نعم أيضا فاتح للشهية. نعم. يعني الخبز ممكن يغنينا عن كل الأغذية الأخرى بالتأكيد. طيب يعني الخبز اللي في السوق مع تمر ولبن يغني عن كل غذاء في الدنيا. جميل جدا. نعم. الخبز اللي في السوق يعتبر صحي أم لا قبل لا نطلع فاصل؟ الخبز اللي في السوق إذا كان تقصد الخبز الأبيض فهو طبعا لا، هو سيء لدرجة عالية. أول شيء هو طحين أبيض
خالي من ال رح نتكلم عن كل مكوناته. نعم. بشكل تفصيلي بعد هذا الفاصل. خليك معنا استاذ عدنان، وانتم ايضا مشاهدين خليكم معنا في هذه الفقره لنعرف الفرق ما بين الخبز الابيض والخبز الصحي. عودة لكم مشاهدينا وإلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ عدنان جونج، عالم وباحث في علم النباتات. رح يكلمنا الحين عن الفرق ما بين الخبز الأبيض والخبز الصحي. نرجع لك أستاذ عدنان عشان تشرح للمشاهدين الفروقات. بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت سابقا، عندما دخل الطحين الأبيض إلى حياتنا لم يعد الخبز لدي مستساغا إطلاقا. طبعا مكونات الخبز الأبيض كما هو معروف: الطحين الأبيض، السكر، الملح. بالإضافة إلى ذلك يحتوي الطحين الأبيض على برومات البوتاسيوم واللكسان. برومات البوتاسيوم تسبب السرطان، واللكسان يسبب داء السكري. نعم. فمع الأسف الخبز الأبيض تجمع السموم البيضاء كاملة، مضاف لها مسببات الأمراض. طالما هذه مكوناته وطالما لا. تسبب هذه الأمراض اللي كلنا نخاف منها ونحتاط منها، لماذا وجد في السوق هذا الخبز الأبيض؟ سهولة تصنيعه، سهولة عجنه، سهولة تخميره، لا يأخذ وقت في التخمير، سريع العجن، سريع الاستواء في الفرن. الخبز البر الكامل يحتاج إلى فترة تخمير أطول، يحتاج إلى حرارة معتدلة ووقت أطول في الفرن. فصناعيا وانت أو تجاريا هو غير مجدي للمنتجين، للبائعين خلينا نقول. أيوة. كمان في كثير ناس تقول لك إنه الخبز البر اللي موجود في الأسواق هذا خبز غير صحي، هل هذا صح أم خطأ؟ الخبز هو يطلق عليه بر، لكنه مع الأسف هو نسبة بسيطة من البر مع نسبة كبيرة من الأبيض. ويعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها الخبز الأبيض، يعني لا يأخذ وقت في التخمير ولا يأخذ وقت في الفرن. وما يؤكد هذا الشيء أن عندما تشتري خبز بر، أي شخص ممكن يعمل هذه التجربة، يأخذ خبز بر من اللي يسموه بر في السوق، وإذا ذهب إلى البيت تركه يعني فترة ربع ساعة سيصبح مثل الحطب، لا ليس فيه أي نوع من الطراوة، ما يؤكد أنه أيضا تجاري. تجاري. نعم. هل صحيح بأنه الألياف، خلينا قبل ننتقل إلى الألياف وإلى أنها مضادة للاكتئاب، خلينا نسألك على الخبز المثالي أو الخبز الصحي. نعم. نقدر نسويه إحنا في المنزل عشان ما نضطر نتعرض لمثل هذه الأمراض، ولا نروح ناخذ من السوق بعض المخبوزات اللي ما هي صحية؟ يعني يمكن جزئيا وليس كليا. يعني يمكن ست البيت تشتري طحين أسمر أو طحين القمح الكامل وتضيف له جنين قمح ونخالة قمح وحبوب الطلع، وتضيف له يعني مما تعرف من زي مثل بذور الشيا، يمكن معروفة، بذور الكينوا معروفة عند كثير من الأمهات ربما المثقفات أو المهتمات بالتغذية، يصبح نوعا ما أفضل من الخبز الموجود. لكن بفضل الله الآن الطحين الصحي متوفر في السوق المثالي. يعني احنا حقيقة الحين متفاجئين من هذه المعلومة أن الخبز الأبيض جدا سيء، رغم أنه ناس ما تلقى في الأسواق. نعم. إلا الخبز الأبيض. أنتم يعني لما سويتوا هذه التركيبة وأصبحت تركيبة الخبز المثالي أو الصحي موجودة في الأسواق، لسه موجودة ولكن بقلة، يعني ما هي موجودة بكثرة. نعم. قليل وجودها في الأسواق، فنتمنى أنكم تحرصون على نشرها عشان الناس كمان تكون محتاطة وماخذة حذرها. لا، هي متوفرة في السوق، بس اهتمام الناس أحيانا يعني يزيد ويرتفع بقدر ما، يعني الإنسان عندما يعني يمرض يلجأ للأشياء الصحية يتجنب الأشياء. صحيح. وعندما يكون صحيح لا يسأل. كمان لأنه سعرها غالي، ممكن يكون سعرها أغلى من اللي موجود في السوق. سعرها مناسب جدا جدا مناسب. يعني أغلى ولا نفس سعر السوق؟ لا طبعا، المواد الأولية مكلفة جدا، لكن ما تفرق كثير عن هذا. يعني لو قلنا أنه هذا ريال مثلا وهذا ريالين، فأنا صحتي أهم من الريال الفرق اللي حدفعه.
حقيقي. أيوة. ولكن في ناس عندها مفهوم خاطئ انه تقول لك لا يا عمي كل اهلنا وكل القدماء وكل الجدد عاشوا وتربوا على هذا الخبز. صحيح. فليش اجيب الاغلى؟ صحيح. بالتالي يعني هنا يضر نفسه من غير ما يدري. بالضبط. والدليل على ذلك ما شاء الله كثره الصيدليات المنتشره اللي اصبحت اكبر من السوبر ماركات. أكيد. يعني كل يوم يطلع لنا مرض جديد. بالضبط. يعني ما تمر شهر شهرين لو نلقى شيء جديد قاعد ينزل في يعني الاسواق. افضل ان تصرف على غذائك من ان تصرف على دواك. صح. الغذاء ممكن ان يكون بديل عن الدواء، لكن الدواء لا يمكن ان يكون بديل عن الغذاء. فعلا مهم. بالنسبه للالياف هل هي فعلا تعالج الاكتئاب؟ مش الالياف اللي تعالج الاكتئاب، الحبوب الكامله هي اللي تعالج الاكتئاب، لانه فيها نسبه عاليه من البروتين النباتي. البروتين النباتي هذا لا يصنعه جسم الانسان، لابد ان يحصل عليه من الخارج. ممكن يحصل عليه من الحبوب الكاملة. بما في الحبوب الكاملة من أحماض أمينية تساعد على ليس فقط على تخفيف الاكتئاب، وإنما أيضا التوتر والقلق والصداع النصفي والأرق. نعم، كثير من الأمراض. سؤالنا الأخير لك قبل ما نختم معك الحلقة أستاذ عدنان، بأنه ناس الرجيم دائما يمنعونهم من أكل الخبز، وحتى الخبز البر أو الخبز الأسمر يقولون لهم ما تأكلونه عشان تقدرون تخسرون وزن أكثر، هل صحيح هذا الشيء؟ في الحقيقة أنا أملك يعني نظريات مختلفة عن نظريات الرجيم. الغذاء الإنسان لابد أن يتكون من 8 عناصر مهمة. الماء والكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة. فلو هذا المثمن لو جينا كسرنا احنا ضلع قلنا ما ناكل نشويات وسكريات، لو كسرنا احد اضلاع هذا المثمن حينطعج المثمن على بعضه. صحيح. لكن لو جينا احنا صغرنا المثمن، يعني اخذنا كل العناصر لكن قللنا الكميات ونظمنا وقت أخذ الغذاء، نحصل على نتيجة أفضل من أنه نترك الخبز أو نترك المكرونات أو نترك النشويات. هذه ممكن تسبب هبوط في جسم الإنسان، ممكن تسبب خفقان في القلب، ممكن تسبب أمراض كثيرة وتعطل بعض وظائف الجسم الداخلية. فأنا رأيي تقليص تصغير الكميات لكن مع الأخذ كامل المجموعة اللازمة لبناء الإنسان. الإنسان تعرف يعني مكون من عدة عناصر، يعني لا تعد ولا تحصى، والعناصر الغذائية يجب أن لا نهمل شيء منها مهما كان. كل عنصر له وظيفة في داخل جسم الإنسان. فزي ما قلت كسر أو إلغاء أحد المكونات هذه تطعج كل المكعب وتسبب يعني مشاكل في الجسم. نقص الفيتامين احنا في غنى عنها. نقص الفيتامين دائما من المشاكل اللي احنا نعاني منها ولكن ما نشعر فيها الا بعد فوات الاوان، بعد الوعكات الصحيه اللي ممكن نتعرض لها. استاذ عدنان شكرا لك، نورتنا اليوم. شكرا لكم. سعدنا كثير بلقائك. انا اسعد واشكركم على الاستضافه مره اخرى، واتمنى ان يكون قدمنا للمشاهد ما فيه الفائده ان شاء الله. باذن الله، وان شاء الله ان نلقاك ان شاء الله في حلقات اخرى في مواضيع ثانيه إن شاء باذن الله. اما الان مشاهدينا راح ناخذكم الى فاصل قصير ومن ثم نتابع فقرات سيد. في سيدتي بعد الفاصل. المجتمع يتفاعل مع فعاليات مشروع تحدي القراءه العربي في جده للكبار والصغار.